طب من الواضح بأن هناك ضربات مكثفة من قبل الجيش الأوكراني وبالتحديد في مدينة خيرسون، وأن هناك هدف واضح بالنسبة لأوكرانيا يتمثل في استعادة خيرسون بأي شكل من القوات الروسية. بماذا تعلق على هذا الهدف وهل يمكن تحقيقه في الوقت الراهن؟ هو يمكن تحقيقه لأن بالفعل القوات الأوكرانية حققت تقدم واستولت على بعض القرى والبلدات التي في محيط خيرسون، والقوات الروسية هناك لم تستطيع إيقاف هذه الهجمات الأوكرانية المكثفة يعني. لكن أعتقد أن المعركة ستكون طويلة ولن تكون سهلة. القوات الروسية تعلم جيدا أن هدف القوات الأوكرانية هو استعادة خيرسون، فهناك دفاعات روسية الحقيقة قوية جدا في المدينة، فلن يكون استعادة خيرسون سهلا، ممكن أن يستغرق أسابيع وربما شهور يعني. طب هم يتحدثون عن أن القوات الروسية التي عبرت نحو الضفة الأخرى من نهر دنيبرو الآن هي تعتبر معزولة، لأن القوات الأوكرانية قامت بقصف كل الجسور في هذه المنطقة، ويتحدثون عن أن عدد هؤلاء الجنود يتخطى 20,000 جندي روسي. كيف ترى هذه الأنباء التي أشارت إليها وسائل الإعلام الأوكرانية؟ يا ريت، نتمنى أن هذا يكون خبر صحيح، ونتمنى أن هذا يكون رسالة تحذير لبوتين لوقف شلال الدماء ولوقف هذه الحرب العبثية والانسحاب إلى حدود ما قبل 24 فبراير. الحقيقة أنا بأسف لما بشوف شباب بيموتوا، شباب روس وشباب أوكران، أطفال، نساء، يعني في هذه المعركة الدموية كل هذه الأرواح بتزهق بمجرد أن بوتين قرر أن هو يستولي على أوكرانيا. فشيء الحقيقة مؤسف، شيء محزن جدا، لكن بالتأكيد يعني المعركة لن تسير في المسار الذي كان متصوره.